مسار إجباري. 17 سنة مسار إجباري. وهيعمل إيه صياد؟ سلوك الوحيد اللي يحيي فرق هو العهد. أول ما ابتدينا وإحنا قلنا لنفسنا إن إحنا عايزين نعمل الحاجة اللي بتبسطنا. أنا بعتذر عن كلام. الشراكة والفلوس جت متأخر. الأقدم العشرة. كل الشوارع والمباني آخر قلبه. ليه سميتوه نص الحاجات؟ مكتوب عليك نص السماء مالكش حق في كلها. احنا عايزين ايه بنلمس كده نقول لهم خلي بالك من الحتة دي. وساعات نهاية الحكاية. انتوا بتعملوا اغاني بتخاطب المجتمع. كل واحد عنده مساحة الابداع الخاصة بيه خالص. فاكرة ما كنا ساعات نلف لأول مرة على مسرح صاحبة السعادة. شيروفوبيا 2. أنا هسأل جاوبيني بصراحة، هل يعني وانت بعيد مرتاح؟ مين شيروفوبيا؟ معناها الخوف من السعادة. أنا عندي مشكلة أنا مش عارف أكون مبسوط. وكبرت شوية ولقيتني. صاحبة السعادة الاثنين الساعة 11 مساء فقط على دي ام سي.